الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ مشاهدين الأفاضل، على امتداد بث قناة أنغام الفضائية نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي بإذن الله الصحة والحياة. هذا البرنامج الذي يهتم بالقضايا الصحية ويهتم كذلك بالجوانب الوقائية، وفيه نستضيف خبراء في مجال الطب والصحة. وفي بداية حلقتنا اليوم سوف نتعرض لموضوع أرق كثير من الأسر، ألا وهو موضوع الفشل الكلوي. وفي هذه الحلقة نتمنى أن نجيب على أسئلتكم، ونتمنى كذلك أن نطوف بالمشاهدين حتى نتمكن من نشر الوعي الصحي تجاه هذا المرض الذي أصبح في زيادة. يسعدني اليوم في الاستوديو أن يكون ضيوفي دكتور هشام عبد الوهاب، مستشار الباطنية وأمراض الكلى بمستشفى رؤية الكير. مرحبا بك دكتور هشام. وعليكم السلام ورحمة الله، وأهلا بك وبمشاهدي أنغام. ويزعجنا كذلك أن تكون معنا دكتورة دينا حسن الأمين، مستشار الباطنية وأمراض الكلى بمستشفى الأكاديمية ومستشفى دار العلاج. مرحبا بك دكتورة دينا. أهلا وسهلا بك. حقيقة قبل ما ندخل في تفاصيل الفشل الكلوي، يا ريت لو وضحت لنا دكتور هشام وصف تشريحي بسيط للكلى. طيب، الكليتين بيقعوا موقعهم في الجسم تقريبا من الناحية الخلفية خلف الضلع 11 والثانية 12، يعني الضلعتين 12 الحداشراوية وال 12 ديل بيغطوا الجزء الأعلى من الكلية، والباقي منها هو أسفل، كلها بتقع خارج الغشاء البريتوني. وكل كلية تقريبا طولها ما يزيد على 11 سنتيمتر تقريبا، لحد 11 سنتيمتر. ده الكلام المتعارف على انه دي الكلية الطبيعية، اذا بقت اكبر من كده يكون حجمها شوية اكبر. الصورة هنا مش كده؟ ايوه. واذا بقت اصغر من كده شوية بتبقى لحد 9 سنتيمترات، احنا نعتبرها في حدود الحد الطبيعي للكلية. الناس بتسمع كلام كثير بيتقال عن انه في ضمور في الكلى وما في ضمور، ده بيحصل لما حجم الكليتين يكون بقى اقل من 9 سنتيمترات، اللي هي اليمين والشمال. وده دائما الضمور ده بيحصل في الجزء الاعلى من الكلية، احنا بنسميه الكورتكس، اللي هو موجودة فيه المصافي، قشرة الكلية. أيوة. يعني القشرة. نعم. طيب يا ريت يا دكتورة دينا لو تورينا بعض الوظائف للكلى بالنسبة للإنسان. يعني الكلى عندها وظائف كثيرة، طبعا الأساسية بتطلع السموم في الدم، هي بطريقة البول. هي عامة الكلى يعني هي مسؤولة عن البيئة الكاملة والداخلية للجسم، فهي بتعمل بتنظم السوائل في الجسم والأملاح والدرجة بتاعت الحموضة، وكمان بتطلع السموم. مرات ناس يكون عندهم فشل كلوي، الناس يقول لك انا عندي بول كثير، بس البول ده غير مفيد، عشان الكميه ما مهمه، بس هي كيف المصافي تطلع السموم دي. من الحياة اللي بتعملها كمان الكلى بتفرز هرمونات، منها بتنشط الفيتامين د اللي هي مهمه جدا. الفيتامين د طبعا بتشال من الجسم، من الجلد من الشمس، وبيمشي على مراحل، بس التنشيط الاخير هو في الكلى. كويس. وفي هرمون اسمه ريثروبايتين اللي هو بيمشي للنخاء وبيعمل ولا بيكون الكريات الحمراء، عشان كده الناس اللي عندهم الفشل الكلوي بيكون عندهم نقص في الدم ولا الانيميا. يعني هي بتبقى انيميا نتيجه لنقص في الهرمون هذا. ايوه. بعدين هي بتصفي زي ما السموم زي ما قلت، وبعدين الاملاح والصوديوم يعني هي مسؤوله عن يعني هو الحاجات الهندسه بالضبط، دي كلها بتخلي الجسم يكون شغال. يلا البولينا هي اصلا في الكبد
بتكون في حاجة اسمها أمونيا من النتائج من الناس اللي بياكلوا اللحوم والبروتينات وكده، فبتتكسر للأمونيا، ولكن أمونيا تانية بتتكسر بالكبد وبتمشي للكلى كبولينا. فالبولينا دي الناس، أنا شايف الناس طوال بيقول لك بولينتي عالي، البولينا ما بقول لك هي ما مهمة، بس البولينا ممكن تطلع وتنزل بأسباب كثيرة، ما هي الفشل الكلوي. الكلى هي مسؤولة من تصفية هذه السموم من السموم من الدم وتنقيتها. بالضبط. طيب نذكر السادة المشاهدين اللي بتابعونا على قناة أنغام الفضائية بأرقام التواصل التي سوف تظهر أسفل الشاشة لمهاتفاتكم، وعبر رقم الواتساب وعلى صفحة البرنامج في الفيسبوك. حنطلع محطة خارجية، عندنا استطلاعات عدى لنا فريق البرنامج، فلنشاهد. مشاهدي ومتابعي قناة أنغام الفضائية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. برنامج الصحة والحياة، موضوع حلقتنا هو الفشل الكلوي، كثير من الأسباب اللي هي بتؤدي لهذا المرض، وعايزين نعرف كمان الوقاية من هذا المرض. أكيد كثير من الآراء حناخدها، خليكم معنا. هيك حاجة فاطمة، ويا ريت دايركت تكلميني انه المرض ده له كم معاكي؟ المرض سنة. سنة كاملة. سنة كاملة. طيب لما جاكي الأعراض حسيتي بشنو كده؟ وريني الأعراض. وسخن البول، وهنا لما جيت قال كده دي فشل. تخش الغسيل طوال، خشيت الله كريم، حشيت غسلت 4 مرات، قاعد يجيب بودرة، بودرة بقيت كويسة، قاعد البودرة 7 يوم قاعد أشرب البودرة، أضرب في الكوب. بودرة شنو اللي قال لك أشربي؟ أسمع شنو عشان؟ بودرة شنو؟ بودرة البوماستيك أنا أقول. عن علاج بقيت كويسه الحمد لله. هسه جيت للمراجعه اشوف اعمل ليه. انت غسلتي 4 مرات، بعد ال4 مرات قال لك الكلى اشتغلت. قال الكلى اشتغلت، وجيب البودره دي، شربت البودره 7 يوم الحمد لله، ثاني مشيت له قال الكلى اشتغلت الحمد لله. بس حاليا الحمد لله ما بتعاني من اي حاجه؟ لا لا الحمد لله بقيت كويسه. ربنا يديك الصحة والعافية. أنت شايفة إنه الوقاية شنو من المرض ده؟ الوقاية شنو؟ يعني عشان الناس هم يعني من حاجات كثيرة، وأنا ما أكلتها، قال لي ولا طماطم ولا جرين ولا برتقال ولا موز، ما تأكل الفواكه ده، قال لي ما تأكل، والأكل شوربة بس، شوربة خضار أو شوربة كده أو فرك، ولا فرك ممكن. دي هسه حالية؟ هسه قال لك تاكل الحاجات دي ولا ده؟ هسه كمان ما صرح لي، قال لي أكل الحاجات دي وما تاكل لحمة كثيرة، ما قاعد أكل لحمة. لحمة ذاتها تكون يعني حتتين كده مشوي. نورة إدريس محمد. مرحبا بك يا نورة، وإحنا اليوم بنتكلم عن الفشل الكلوي، عايزين نعرف الأسباب التي تسبب الفشل الكلوي شو؟ والله هسه يقول لك كان تاكل شطه قالوا بيأثر في الكلى، بتاكل الفلفل بيأثر في الكلى، وحاجات الحامضه برضه بتأثر. ده بنسمعه هنا يعني، انا طبعا ما عندي هسه، بس حذرني بس، ده اللي بنسمعه طوال، حاجات الحامضه او الملح والمويه الملوثه والحاجات دي كلها بذكرها بالنسبه للفشل. انت قبل كنت بتتكلم معي قلت لي انا عندي سكري، وقالوا لي والله السكري ده برضه بيؤدي للفشل الكلوي. هسه الدكتور قال لي كده، قال لي السكر ده بيأثر فيك في الكلى، لانه هسه في ارتفاع الليله. وعليكم السلام حواء ابراهيم. مرحبا بك يا حواء، فعايزينك تكلمينا عن حاله والدتك، من البدايه هي حست بشو؟ والله بس حست لها بس بضعف،
مشينا ودينا المستشفى، يا هو دمه بس في ضعيف. لو مشينا تعبانه دكتور الكلى قال لنا عنده وظيفه الكلى تعبانه والبولينه مرتفعه، وبقينا نبدا في العلاجات. الاعراض شنو كان بتحس بشنو اصلا؟ يلا بتحس عندها ورم في الجسم، وثاني ضربات، يعني ما بتقدر تمشي مسافات طويله، مسافات طويله ما بتقدر تمشي، طوالي بتجيها فتور. عندك مريض في البيت انت؟ ايوه عندي مريض في البيت. هاي بيقرب لك شنو صله القرابه؟ خالي. انت قلت انت متابع البدايه، الحاله من البدايه الاعراض كانت كيف؟ الاعراض طبعا هو قطاع في البول وكذا. حاسه بشنو هو؟ البول بقى قليل بتقطع، وبعدين ما بيشرب. لو كم سنه بغسل؟ لا نحن دابنا لنا 4 غسلات جداد يعني. طيب الوقايه شنو انت شايف من المرض ده؟ والله الوقايه دي طبعا نحن المجال ده ما بنعرفه، لكن الكلى ذاتها نحن فجأة يعني بدون أي مقدمات لقينا في غسيل وكلام زي ده. عبد الباقي محمد عبد الله إدريس. مرحبا بك يا عبد الباقي، ودايرين نعرف إن المرض ده بدأ معك من متى؟ المرض ده بدأ معي من شهر 11، من شهر 11 2017 و16 2016 خاشنا 2016. حسيت بشنو الاعراض اللي انت حسيت بها؟ والله اصلا كان المرض المزمن الضغط، بدينا بالضغط وكثره الحبوب وبتاع، وهذا خشينا في الفشل. اول غسيل غسلنا في بحرين. بتغسل يعني من شهر 11 انت بتغسل؟ من شهر 11 بغسل، اخذت لي فتره بتاع شهر ونص كنت في مصر، برضه نفس الحكايه غسيل. بدينا فوق ان شاء الله. بتغسل كم مره في الاسبوع؟ في الأردن بغسل مرتين. هاي غسل مرتين في الأسبوع. مستقبليا ناوي تعمل شنو؟ ناوي تزرع كلى؟ والله يا أخي الدنيا بتاع الزراعة بتاعتها كده، وبعد فيها إن شاء الله. هاي الله. إن شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله. آمين يا أخي، اللهم آمين. طيب شايف شنو الوقاية من المرض ده؟ يعني أنت بتنصح الناس كلهم بتقول لهم إنه تقي نفسكم كيف يعني من المرض؟ والله يا أخي أنا بنصح الناس بالنسبة للأدوية ذاتها. يعني الزول ينظم الأدوية، حتى كان زول عنده مرض مثلا سواء كان سكري ولا ضغط يحافظ على الحتة دي، يعني في النهاية بترجع للفشل يعني. مشاهدي ومتابعي برنامج الصحة والحياة، بكده بتكون انتهت نهايات فقرتنا. موضوع حلقتنا هو الفشل الكلوي، نرجع للدكتور الجدال داخل الاستوديو لمواصلة الحديث عن الفشل الكلوي، لحد ما نلقاكم في مساحات أوسع. إلى اللقاء. نرحب مجددا بالسادة المشاهدين، ونذكر بأرقام التواصل التي سوف تظهر على الشاشة تباعا، رقم الواتساب، وكذلك للمهاتفات داخل الاستوديو على الهواء مباشرة، وعلى صفحة سودان ميوزك، أنغام سودان ميوزك، صفحة الفيسبوك. دي كانت عين عشوائية من استطلاعات فارت. دكتور هشام لو أديتنا رأيك في عموما العشوائية دي. هو طبعا الناس دي كلهم بيقول لك جينا ولقينا الحكاية فجأة، يعني حتى من السؤال اللي سألته مسألة ذكية جدا، إنه ليه يعني تفتكروا شنو الوقاية من الحكاية دي؟ معظم يقول لك إحنا جينا تفاجأنا، يعني ما كان عندنا وقت يكون في وقاية. هو الحاصل إنه معظم الناس اللي بيغسلوا حاليا هم كانت مشكلتهم ناتجة عن إما ارتفاع في ضغط الدم وما كان مظبوط لسنين طويلة، أو سكري وما كان موزون لفترات طويلة. قليلين جدا اللي بتحصل عندهم مرات التهابات متكررة في البول وبصورة متكررة لحد ما تؤدي في النهاية إلى ضمور في الكلية ويحصلوا مرحلة الفشل الكلوي. طيب معانا اتصال. ألو. ألو. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل تفضل. أنا المستوى الثاني هنا في الرطوبة. نعم، يا ريت لو ضغطت التلفزيون وسمعت انا من السماعه بتاعت التلفون مباشره. انا في الرطوبه. تعاني من الرطوبه؟ ايوه نعم سامعينكم. اه
شايف الرطوبة فيه أنا بجرب مية كثيرة. وبسبب كثير. طيب سؤالك شنو لو سمحت؟ سؤالك لل مين البول كثير والرطوبة كثيرة؟ يعني بقول كثير. انا ما اسمع افتكر بيتكلم على هو عنده رطوبه علاج لا لا ما عنده رطوبه انا في الرطوبه طيب ما عنده رطوبه لا ما عنده رطوبه بتسال عن الدوله وين يكون باري انا بسير كثير الدوله بيكون باري خير ان شاء الله ان اجاوبك ان شاء الله على سؤالك شكرا على اتصالك شكرا على اتصالك يا ريت يا دكتورة دينا لو كلمتينا عن الفشل الكلوي وانواعه كويس الفشل الكلوي في يعني في نوعين في الفشل الحاد وفي الفشل المزمن اللي اتكلم عنه دكتور هشام اللي هو بينتج من الامراض المزمنه المده طويله والناس ما عارفينها وما بيكونوا يعني واظبوا على مع الدكتور وعلى العلاج كويس الفشل نتكلم عن الفشل الحاد الفشل الحاد بيكون حصل حاجه صدمه للكلى يعني مثلا زول بيكون حصل له مؤاخذة اسهالات مائيه وفقد سوائل كثيره بالتراش بالملاريا بكده فبيحصل يعني هبوط في الدوره الدمويه ودي بتاثر على الكلى اي هبوط في الدوره الدمويه بتاثر على الكلى واي نشفان ولا زول بيحصل له نوع من الفقد بتاع السوائل وما تتلحق ممكن تعمل نوع من الفشل الكلوي الحاد فالفشل الكلوي الحاد فيه ثلاثه مراحل اللي هو اللي هي الحاجه الدم ولا الدم الواصل للكلى بيكون بسيط عشان الدورة الدموية ناقصة عشان السوائل في الجسم ناقص ممكن تكون مشكلة في الكلى ذاتها أمراض والتهابات في الكلى ذاتها وممكن المرحلة الثالثة تكون في نوع من الانسداد في الكلى ذاتها مثلا الزول يكون عنده بروستاتا عنده انسداد في المشكلة في أي حاجة تسد البول ما بيخليه يطلع كويس زول عنده مثلا كانسر كويس اي حاجه انسداد ممكن يقفل الدوره بتاعه الدم والبول ويرجع للكلى ويعمل فشل يعني. ده الحاد طيب زي الاخ السائل من الفاو ده مثلا عن الرطوبه ولا كويس هو شكله بيسال عن هو عنده رطوبه مزمنه ومعظم السودانيين عندهم رطوبه بيقول لك انا عندي رطوبه وعندي الم فبيبلوا الحبوب المسكنه يلا الحبوب المسكنه دي كعبه يعني ما كويسه عشان بتعمل مشاكل في الكلى زاده عشان هي بتنقص مادة في تخفي الألم لكن تؤذي الكلى وتؤذي الكلى بتنقص ولا بتخلي الكلى الشرايين اللي فيها تنشد ولا تكون بسيطة عشان في مادة اسمها بروستاجلاندين بتنقصها كويس فالمشكلة في الاستعمال الدائم بتاع المسكنات بتصل لفشل كلوي يعني ممكن تؤدي لفشل كلوي يبقى نحن من هنا عبر البرنامج يعني رسالة نوجهها للناس اللي بيعانوا من مشاكل وآلام مزمنة وكذا ما يستخدموا المسكنات براهم من غير أي يعني من غير استشارة الطبيب يلا نتكلم عن الفشل الكلوي المزمن اللي هو بيبدأ بالمرض الكلى المزمن وعنده درجات لحد ما تصل هو خمسة درجات لحد ما تصل للفشل الكلوي اللي بيكون شنو النسبة بتاعت الشغل بتاع الكلى بيكون أقل من 15% طيب ناخذ اتصال ناخذ اتصال معانا منو؟ الو الو وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم دكتور. السلام ورحمة الله تفضل تفضل تحية الصحة والعافية ليك ولضيوفك الكريمين الله يسلمك وتحيات حيانا لكل ناس مدني الله يعطيك العافية مرحبا بك تفضل اسأل بالصحة والعافية لكل الناس الله يبارك فيك الله يسلمك الله يرضى عليك يا رب انا سؤالي يا دكتور حقيقه انا قبل سنه رمضان السنه اللي فاتت ايوه جاني سكري الصوت مشيت عملت فحوصات وقالوا انه ده سكري عملت فحوصات اكثر من 3 مرات بعد ده فيما بعد السكري بقى طبيعي 160 يعني بقى شبه طبيعي عملت برضه زي كم فحص انا لو سمعت سؤالك يعني معلش للمقاطعه لكن لو سمعت سؤالك انت قلت في رمضان الفات جاك أيوة فشل وعملت غسيل دموي لا سكري سكري ايوه طيب ايوه مثلا الفات يعني سكر و تابعت العلاج اللي هو الدوني الوان قرميل منظم نعم والسنه دي السكري طبيعي صايم نعم
وما صايم برضو السكري طبيعي يعني اللي هو 130 اغلب الفحوصات اللي عملتها طلع 130 لاكثر من فحص. ده انت صايم يا ولا ايوه نعم صايم وفاطر الاثنين 130 130 اي بعد ذلك بقت بتجيني الام بالجنبات في بعض الاحيان ما طوالي يعني بشرب كميات بتاعت مويه كويسه جدا جدا يعني عادي من الصباح يمكن اشرب كوبايتين خلال اليوم ممكن اصل لسبعة ثمانية كبابي بالليل برضو بشرب كميه بتاعت مويه ممتازه جدا جدا البول طبيعي يعني ما في كثافه زي الايام الاولى بتاعت الاصابه بالسكري يعني لازم طبيعي يمكن خلال اليوم ما بين 3 لـ4 مرات. طيب سؤالك لنا شنو ان شاء الله عشان نقدر بيجيني بيجيني الام قلت لك بالجنبات الالام اللي بالجنبات دي اي لك لو اي سؤال يا دكتوره دينا ولا كده عايز تساله وعنده سكري وبيشرب كميات كبيره من المويه وبدا يعاني من الام بالجنبات وكده في التهابات بول ولا سخانه في البول ولا كده لا لا ما في سخانه نهائي ما خلاص تحتاج يمكن يكون في التهابات عشان طبعا السكري بيكون بنقص المناعه وبيخلي الالتهابات يعني هنا بيكون فلازم تراجع مع الطبيب يشوف لك اذا في التهابات في الكلى ذاتها يعني الالتهابات ممكن تكون في البول وفي الكلى فوق فلازم يشوف السبب وممكن كمان اذا الالم شديد يشوفوا اذا في حصاوي ولا كده بس الالم محتاج يقابل طبيب باطنية يعمل تحاليل روتينيه للبول والوظائف الكلى وموجات صوتيه يحتاج لموجات صوتيه عشان يشوف السبب شنو شكرا جزيلا على مشاركتك الله يبارك فيك كثر خير يا ريت يا دكتور هشام تعلق لنا على مساله انه الراس يقول لك الفشل الكلوي ده ظهر فجاه هل من اعراض او علامات تكون مؤشر لبداية مشاكل في الكلى؟ صراحة هو أسوأ حاجة في مرض قصور الكلى المزمن ده إنه ما بتبدأ الأعراض تظهر إلا إذا الكلية حصلت المرحلة الخامسة اللي هي فيها بقى معدل تصفية السموم فيها أقل من 15% فمعظم الناس في المراحل اللي قبلها بيكونوا حاسين بمرات بحب فتور وبس لكن بتلقى كمية البول عادية ما تكون في ورم ما تكون في أي أعراض تانية الواحد يقدر يعرفها حتى الناس اللي بيحصلوا المرحلة الخامسة أعراضهم برضه أعراض كده عامة الحاجة المشتركة كلها بينهم إنه الناس بتبدأ تحس بإعياء وفتور إنه ده دائما بيكون ناتج إنه الدم نقص الهيموجلوبين بتاع العيان بيكون نقص لأنه الكلية زي ما قالت دكتورة دينا بتفرز الإريثروبويتين ده اللي هو بيحفز إنتاج كريات الدم الحمراء فلسوء الحظ إنه ما في حاجة محددة بتقول لك إنه يا أخي أنت كليتك بايظة عشان كده بيبقى أي زول في مجموعة من الناس ديل الناس بتخطهم على إنهم ديل الناس الأتريسك اللي هم معرضين لخطر الإصابة بقصور الكلى المزمن وديل لازم يعملوا فحوصات دورية اللي هم ناس الكلى ناس الضغط ارتفاع ضغط الدم والسكر والناس اللي عندهم تاريخ مرضي بإنه في الأسرة في ناس عندهم مشكلة في الكلى أو فشل كلوي ده لازم يعملوا فحوصات وظائف الكلية وفحص البول العمومي الحياة الأولية دي يعني الروتينية دي حاجات أساسية والناس اللي عندهم الأشياء دي بتجي بصورة وراثية في حاجة مهمة زور اللي بيتكلم كان عن معانا معلش أسف للمقاطعة معانا خضر من ثورة نعم تفضل يا خضر أخ خضر ألو ألو أيوة تفضل يا أخ خضر تفضل سامعينك نحن تفضل الله يبارك فيك الله يسلمك الله يبارك فيك انا مشكله في يعني مشكله ما زعل كده من البول كثير زياده في عدد مرات التبول ولا في الكميه بتاعت البول الطالع لا بس البول هو كثير يعني بعدين ما في ناي ما عندي سكري يلا اول حاجه الكميه والمرات كثيره يعني يعني الكميه زادت ودكتور هشام عندك عمرك كم سنه انت يلا لا عندي زياده في الدم طوال يعني تخصص عنده زياده في الدم قال عمرك كم سنه انت عمرك كم سنه يا خضر دكتور هشام بيسالك عمرك كم سنه
واضح انه بيسمعنا عبر التلفزيون عشان كده. علي صوتك يا خضر، العمر كم لو سمحت؟ انا 46 46 سنه. طيب وبعدين بمارس رياضه يعني بتغير برضه يعني. قلت لك برضه بمارس الرياضه يعني زول بيترشح يعني. هو عنده زياده قال في عدد مرات التبول. ايوه دائما الزياده اللي بتكون في عدد مرات التبول دي بتكون ناتجه عن يا اما يكون في التهاب في البروستات او تضخم فيها او التهاب في المثانه. ده اللي بيخلي العضله بتاعت المثانه باستمرار تكون محفزه لان تتخلص تتقلص تتقلص والواحد يتبول. فبيبقى شيء اساسي انك انت تفحص البول العمومي، وبرضه لو اتعملت موجات صوتيه للبروستات اذا عرف وضعها شنو يكون افضل. دي الاشياء الموضعيه. في اشياء بتكون سيستميك اللي هي في الجسم كله، من ضمنها ارتفاع السكر في الدم. اذا السكر مرتفع درجته عاليه شديد دي بتخلي الواحد يتبول بصوره كثيره. ممكن برضه الكالسيوم يكون مرتفع كثير في الدم وبيؤدي لانه الى كسره التبول. لكن في اخر الحكايه تحتاج انت مراجعه صراحه اذا كانت الحكايه متكرره بصوره مزعجه. طيب نحن قبل نواصل من قطع من حديث فيما يخص الأعراض والعلامات، يعني يبقى نحن دارين نشير لنقطة مهمة جدا أنه الفشل الكلوي درجات، يعني الدرجة الخامسة هي الدرجة اللي بتبدأ تظهر فيها الأعراض. فأنا أفتكر في حد ذاته ده يعني ممكن يكون في كمية من الناس هم في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وما عارفين روحهم وما حاسين بحاجة، فيبقى نصيحتك لهم شنو يا دكتور هشام؟ هو مش نصيحتي لهم بس، أنا بتكلم على أنه الإحصائيات العامة في كل العالم بتقول أنه 10% من سكان أي دولة بيكون عندهم درجة من درجات القصور في وظائف الكلية. 10% يعني إحنا 22 مليون ولا 38 بقينا تقريبا، في قريبة 3 مليون و800 ألف سوداني عنده مشكلة أو أخرى في الكلية. فبتبقى مسألة الفحص الدوري دي حاجة أساسية، إنه الواحد ودي دوري في شنو مطلوب بس فحص البول العمومي وفحص الوظائف بتاعت الكلية إذا أمكن اللي هي البولين والكرياتينين. دي بالإضافة لفحص الضغط والسكر، لأن الغالبية العظمى من الناس هم الجماعة دي. في حاجة تانية مهمة قال الراجل قبيل عن الرطوبة. الأدوية بتاعت الرطوبة دي هي طبعا هي يعني ضررها ما 100% لأي زول بياخدها حيحصل له ضرر في كليته. مرات بتكون في ضرورة لأنه الواحد ياخدها باستشارة الطبيب، لكن مشكلتها إنها معظم الأدوية تحت الضغط بتتعارض مع تناول الأدوية دي بالذات، وبتلقاه حتى التحذيرات موجودة في الصناديق. أي زول عنده ضغط قبل ما يستخدم الأدوية المسكنة دي لازم يراجع الطبيب ويأكد له يا أخي هل الدواء ده بينفع مع دواي بتاع الضغط اللي هأخده ده ولا لا. فدي حاجة أساسية ومهمة. زي ما قلت الوقاية بتجي في الأشياء دي، ودي الناس بتتحصل على كيف انت لو ما داير يجيك ضغط ولا يجيك سكري بتحتاج تقلل السكريات، تمشي في اليوم على الأقل نص ساعة. ده الصحيح للشخص السليم يعني، لو بتمشي نص ساعة في اليوم وبتقلل استخدام السكريات دي بتقلل احتمال إصابتك بالسكر والضغط، وبالتالي يحصل لك ضرر في الكلى مستقبلا. أي زول بتجيه التهابات أكثر من 3 مرات في السنة في البول لازم يراجع أخصائي الكلى، لأنه دي ممكن في النهاية تؤدي لأنه يحصل. عشان كده نحن هنا في السودان والسودانيين بطبيعنا يعني ما بنحب نمشي للدكاترة وما بنحب نفحص وما بنحب نعرض نفسنا على الطبيب إلا يعني في المراحل المتأخرة. فأفتكر دي نصيحة لكل من يسمعنا ويشاهدنا الآن أنه الفحص الدوري هو يعني ذو أهمية قصوى للحفاظ على الكلى وعلى غيرها من الأعضاء. بعدين دخلت علينا كثير من المحادثات عبر الواتساب، تحية لبرنامجكم ما عنده اسم، وتحية لقناة أنغام ولكل التيم العامل. أنا أحمد حسين البدوي، سؤالي ما هي أعراض مرض الكلى؟ أفتكر يعني ذكرناها في مجمل الحديث. واحد تاني قال أنا عندي كيس في الكلية اليمين وسافرت القاهرة، الدكتور قال لي بس تتابعي وتعملي وظائف الكلى. يا ريت هدينا لو وريتينا أكياس الكلى دي في في الأكياس بتكون يعني بتكتشف
عرضيا لما زول يعمل الموجات ويكون وظائف الكلى عاديه وكذا دي ما فيها مشكله. بس في امراض تاع التكيس هي بتكون وراثيه ودي هي المشكله، عشان في ناس تلقاهم في الاسر عندهم انواع من الاكياس، والاكياس دي هي بتتضخم وبتقوم تضغط على 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 كل حته في الكلى وتعطل الوظيفه بتاعتها. يعني هي ممكن تكون كيس يكبر، ولما يكبر يقوم المصافي يضغط عليها، الانابيب يغطي عليها، فبعد شويه وظائف بيحصل القصور ده والمشاكل. الحاجات الوراثيه دي مختلفه، بتكون انت عارف يقول لك والله من جدي وابوي وامي وكده عندنا. وفي نوعين منه، في واحد بيمشي لفشل كلوي سريع، وفي واحد بيمشي بعد الستين، فلازم الزول يعرف هم يهدوا نوع. يعني التاريخ الاسري مهم في المساله بتاعت الاكياس، لكن في اكياس ما لها علاقه بالجانب الوراثي. لا ما عندها بالجانب الوراثي، اللي هي بنسميها افتكر اكياس المائيه. المائيه وكده اكياس وظيفيه. وظيفيه، واذا هي ما عامل شيء حاجه واحد ولا كده يتلقى ما مشكله. في لما زول يكون عنده دمور في الكلى بيكون في اكياس بعد مده طويله، خصوصا الناس اللي بيغسلوا بيكون في اكياس بالنتيجه من تسهر الاكياس دي. فهي انواع. معلش يا دكتور محمد انا بس انا اخلص الكلام بتاع الفشل الكلوي اللي بديته عشان كان جاتنا مداخله. كنت انا قلت في فشل الحاد والفشل المزمن، ودكتور هشام اتفضل ورانا هو الاسباب بتاع الفشل المزمن اللي هو ما بيسهر فبتاخده. في ناس انهم قابلين للحاجه دي وكفرد. انا اللي داير اقوله الهم هو الفشل الحاد اللي انا قلته في الاول، عشان الحاد ممكن يتلحق. ده الفرق بينه وبين المزمن. عشان المزمن يمكن في كثير في الاوقات ما بيتلحق عشان الزول بيجيك متاخر وما بيكون في اعراض، بس الزول اللي بيكون عنده الفشل الحاد ممكن يتلحق بزول يحصل له، لما يحصل له جفاف شديد يمشي المستشفى ويدو دريبات وكده عشان الوظيفه ترجع كويس. فعشان كده انا داير اركز الدليل نقول للناس يفهموها، اي زول تجيه حاجه حاده ما يقعد بيها، خصوصا الناس الكبار. احنا بنجينا حالات كثيره اتفق يا دكتور هشام، ناس كبار، الكبار كمان عندهم قابليه للجفاف اكثر من الناس الصغار، ويقول لك ابوي ما شرب وما اكل وكان في سخانه وعنده اسهال يقعدوا بيه خمسه يوم وثلاثه يوم في البيت لغايه ما يصل مراحل متاخره وما بزول بيقدر يلحقوا. فيا جماعه الفشل الحاد بيتلحق في معظم الاوقات، في معظم الاوقات، فلازم الناس شنو ممكن تتعافى الكليه تماما، تتعافى في معظم الاوقات يعني تتعافى كويس. نحن لما نقول مزمن اذا زول مثلا جاك اول مره وجاء عنده ارتفاع، نحن عامه ما بنقول الزول ده عنده فشل كلوي الا بعد 3 شهور، تتم 3 شهور خصوصا اذا كان عنده مرض زي ما قلنا وتعافى من المرض ده، تديه زي 3 شهور بعدين تعمل وظائف ثانيه، بعدين تخده تقول الزول ده عنده فشل كلوي، وبعدين تحضره للمراحل الثانيه. المراحل الثانيه وافتكر يكون متابعته مع استشاري الكلى. عندنا مكالمة من سنار أم محمد، تفضلي. وعليكم السلام أم محمد، سامعينك نحن، تفضلي. انقطع الاتصال. طيب عبر الواتساب جاتنا رسالة يا دكتور هشام، واحد بيسأل هل في علاقة بين الجاوت والكلى وأمراض الكلى؟ أكيد طبعا. الجاوت ده اللي هو اللي بيعملوا الترسب بتاع اليوريك اسيد سواء كان في المفاصل او في الكلى نفسها. فاذا ترسبت الكريستالز بتاعت الجاوت دي في الكلى بتعمل حصى في الكلى برضو اللي هي حصاوي يوريك اسيد بنسميها، وممكن برضو يؤثر على معدل تصفيه الانابيب في الكليه. فدي من ناحيه. الناحيه الثانيه برضو من الادويه اللي بياخدها المريض لعلاج الجاوت نفسه اللي هي المسكنات اللي احنا بنسميها نون ستيرويد الانتي انفلاماتري، نوع محدد من المسكنات اذا الواحد بيستخدمه بصوره مزمنه للجاوت بياثر على وظائف الكلى. لكن الشيء الكويس انه لما يكون السبب هو الجاوت بيبقى العلاج شويه اسهل، اسهل من الاسباب من الاسباب الثانيه، لانه يعني انت ممكن تدي اشياء بتزيد القلويه بتاعت البول، بتخلي الكريستالز دي تدوب. دي الحاجه الميزه اللي تدوب والجسم يتخلص منها. اذا تخلص منها الجسم بتقدر تبطيء التسارع في نقصان معانا ام محمد. ام محمد من سنار تفضلي. وعليكم السلام ام محمد، تفضلي. الله يخليك. انا طبعا عايزه اقول للدكتور انا عندي ورم في رجلي، يعني الورم ده كان سنه هسه. السلام عليكم دكتور.
الله يبارك فيك. انا طبعا عندي ورم في رجلين يعني من فتره، وعملت فحص للبول وعملت فحص. يا ريت لو سمعتينا من التلفون يا ام محمد، وطي صوت التلفزيون، اسمعيني من التلفون لو سمحتي. ايوه قلت لك عندي ورم في رجلين له سنه. يعني له سنه ورم في الارجل له سنه. ايوه له سنه. له سنه يعني انا بمشي بسرعه. عندك ضغط ولا سكري؟ عندك ضغط؟ عندك ما عندك ضغط ولا سكري؟ نهائي. انا بدي حتى يعني كل الضغط طلعت نظيفه، ما عندي بس زياده في الصدر. عندك لا يسعى يعني كل ما له يعني شو بس في طيب على السام مباشره. طيب خليكي معانا على الخط يا ام محمد، معليش انقطع الاتصال. فيا ريت دكتور هشام كريم، ام محمد دي قالت عندها ورم في الارجل له سنه وما عندها ضغط ما عندها سكري، لكن للاسف ما تمكننا نسالها بعض الاسئله الاضافيه حتى نقدر نعرف. هو طبعا الورم في الارجل ده ممكن يكون من اشياء كثيره، ممكن يكون سبب الكلى والالتهابات، او ممكن يكون سبب القلب برضه. يعني ممكن يكون سنة وبدون أعراض كده. والله عادة لو القلب يكون فيه شوية أعراض مع الحركة وكده، لكن هي ما أدت فرصة عشان الناس تسألها. الناس تسألها. لكن دائما لما يكون في الأرجل والواحد حاسي إنه بيقدر يمشي ويتحرك وحياته عادية، أغلب الظن إنه يكون بسبب زلال في البول. نتمنى إنه محمد دي ترجع تتواصل معنا على الأقل نقدر نفيده في الأمر. أفضل ترايع. لكن نصيحتنا لا من البرنامج تجاب الأخصائي. ايوه اخصائي كلى في الاول عشان تتاكد انه ما في كميه بتاع الزلال بتفرز بكميه كبيره ومسببه، لانه دي برضه محتاجه تدركها بسرعه، انه قد تكون محتاجه لعينه من الكليه وكده عشان الناس تعالج المشكله دي قبل ما تتطور. طيب في علاج يا دكتوره دير للفشل الكلوي المزمن؟ انواع العلاجات ممكن المريض ياخذها شنو؟ هي معلش يعني معانا اتصال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا. وعليكم السلام. كيف حالك استاذ محمد؟ مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يخليك. اسم الكريم منو ان شاء الله؟ اسمك منو؟ اسمي جمال من الشجر. مرحبا بك يا جمال من الشجر، مرحبا بك، تفضل يا جمال. عندي سؤال من علاقة السكري بالفشل الكلوي، دار وضح لنا الاسباب جدا علاقة السكري مرض السكري بالفشل الكلوي. جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ها دكتورة دينا. انقطع الكلام معاك في طرق العلاج يعني بالنسبة. أيوة. الطرق العلاج هي طبعا أي حاجة حصلت في الكلى ولا حاجة يعني باصت زي ما بقولوا ما بترجع، فنحن بنحاول نلحق باقي الكلى الشغالة. فزي ما قلت الوظائف بتاعت هي بترجع لوظائف الكلى، وهي وظائف الكلى هي شنو؟ بيكون في في اول حاجه المرض الكلوي هو فيه خمسه مراحل زي ما قلنا. الخامس هو الفشل الكلوي. في كل مرحله بتحصل انخفاض في حاجه على حسب الدرجه بتاعت التعطير بتاعت الكلى. فالكلى العاديه بتخلي الدم يكون طبيعي، بتخلي الكالسيوم في الجسم طبيعي عشان زي ما قلت لك بتنشط الكالسيوم ده طبعا مهم في العظام جدا في العظام وكده، عشان الفيتامين د اللي بتنشط في الكلى بيمشي للبطن وبيستوعب الكالسيوم في الاكل. فاذا الزول ما عنده الحاجه دي بيقوم يحصل شنو؟ بيحصل مشكله في العظام، يا كسير يعني يا بتكون زياده كويس، فبيكون في مشكله في العظام، بيكون في مشكله في الدم كويس، وبعدين بيكون الحمضيات كثيره. فنحن في المرحله دي بنشوف كل مرحله، بنشوف الدم، بنشوف العظام وكده، وبندي بنعود الحاجات اللي كانت الدواء الكلى كان بتعملها. بندي الفيتامين د المنشط، ندي الكالسيوم عشان الحاجات دي الكلى ما بتقدر تعملها. الو معانا اتصال، معلش اسف المباراه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ادم ادم من الدلنج، مرحبا بك يا ادم، تفضل يا ادم. والله في الحقيقه انا اصلا عندي مشكله. الو ايوه سامعينك يا ادم، تفضل. ايوه في الم في الاتجاه الشمالي ده في الجانب الايسر. ايوه الجانب الايسر. من البطن. ايوه الجانب الايسر من البطن. طيب ليه وكم زمن الالم ده يا ليه وكم فتره يا ادم؟ والله يعني تقريبا 10 شهور. 10 شهور طيب. وعملت فحوصات
هاي موجات صوتيه خليتي الجهاز في الكلى. الو اي معك يا ادم. ايوه التهاب في الكلى وبعد ذاك ادوني علاجات واستخدمتها. نعم. وبعد فتره قال لي يعني ما في حاجه، انا كنت شاكي انه ممكن يكون في حصوه او حاجه زي دي وما حصل. بعد نفيدك ان شاء الله. بعد 5 شهور. اها. اللي هو مع البول نزلت حصوه. شفتها انت الحصوه نزلت؟ ايوه انا للعام موجود محتفظ. ايوه محتفظ بها. طيب أيوة. نفيدك يا ادم. بقى الالم ده بقى في زي خدر كده يعني، الم ما واضح لكن. يعني ما في الم يعني مزعج لكن تحس انه في عدم ارتياح في جانب الاجهزه. في حاجه كده ايوه في عدم ارتياح. ايوه عدم ارتياح جدا يا ادم، شكرا على اتصالك ومشاركتك وان شاء الله نجاوب على سؤالك. بالاضافه لذلك في 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 حراره يعني سخونه في في الارجل. ايوه جدا تسمع الاجابه يا ادم، شكرا على اتصالك. شكرا الله يبارك فيك. شكرا. طيب دكتور هشام، عندنا الاخ جمال من الشجرة افتكر سأل علاقة السكري بالفشل الكلوي، انت يمكن اشرت لها قبل في جزء من حديثك لكن لا مانع انه نذكر المشاهدين ثاني. شوف يعني السكر اذا كان ما موزون، انا لما اقول موزون بتكلم على انه دائري معدل السكر التراكمي لمريض السكر انه يكون باستمرار اقل من 7%. اذا معدل التراكم بتاع السكر ده بيكون باستمرار اعلى من 7% دي بيؤدي لمضاعفات احنا بنسميها هي نوعين، في حاجه اسمها مايكرو فاسكولار وماكرو، يعني مضاعفات وتصلبات في الاوعيه الدمويه الكبيره وتصلبات في الاوعيه الدمويه الصغيره، دي مضاعفات بتنتج لما السكر يكون ما موزون لفترات طويله، بالذات للناس اللي بيكون عندهم السكري لاكثر من 7 سنوات وكده. ديل بيحصل عندهم تصلب في الشرايين والشرايين الكبيره والصغيره، والتصلب اللي بيحصل ده خلي كميه الدم الواصل للاطراف وللكلى والاعضاء الداخليه تكون كميه ضعيفه جدا، ودي اللي بتؤدي للقصور في وظائف الكليه. وفي الكليه بالذات لما الحكايه تحصل بتؤدي لانه تبدا الكليه تسرب زلال، تبدا الكليه تخلص الزلال ده اللي هو البروتين المفروض تحتفظ به الكليه وتخليه قاعد في الدم، بيبدا يطلع في البول اللي هو في وكل ما زادت كميه ما يظهر. ايوه كل ما زادت كميه الزلال المفرزه في البول كل ما تضررت المصافي بتاعت الكليه عند المريض بتاع الكلى. طيب يا دكتور هشام، في ناس يقول لك انا ظهرت لي كلى وقفوا مني المنظم بتاع السكري، ما مدى صحة الكلام ده في رأيك يعني؟ والله هي هم طبعاً بالمنظم بيقصدوا الميتفورمين، بيقصدوا طبعاً الجلوكوفاج والميتفورمين. أيوة الميتفورمين، الميتفورمين طبعاً هو كل دواء عنده درجات بتاعة تخلص في مع كل وظيفة بتاعة كلية محددة أو وظيفة كبد. فالميتفورمين ده دائماً الشيء النصيحة العامة المكتوبة فيه إنه إذا وظيفة الكلية بقت أقل من 30% الطبيب ما يستخدم، يفضل انه الناس أيوة. تجيك منه ده على حسب ال وحتى الداونير وكل العلاجات دي المصنعه عليه نفس العلاجات الداونيل المعروف للناس. الداونيل بيتغير بس يعني انت بمجرد ما وظيفه على حسب وظيفه الكلى احنا بنغير نوع الدواء لانه يعني الداونيل مدته بتشتغل لفتره طويله من 24 الى 36 ساعه، لما يقل معدل التخلص منه من الدم في الكلى بيبقى بيعرض المريض لنوبات بتاعه هبوط مستمره في السكر. أيوة. فلازم الواحد يراجع طبيبه عشان يغير له نوع الدواء ودواء يتناسب مع درجة وظيفة الكلية ومعدل تصفية الكلية في وقتها. آدم من الدلنج يا دكتورة دينا بيسأل أنه عنده ألم في الجانب الأيسر وبعد 10 شهور ظهرت له حصوة في البول ومحتفظ بالحصوة دي لغاية هسي وهسي حاسب يا خدر قال وتنميل، فياريت وإذا تكلم عن الحصاوي في الكلى الحصاوي في الكلى انواع طبعا، وممكن تكون دي حاجه دي وراثيه يعني في زي كان الاكياس في الجسم في قابليه للحصاوي. نعم. في اسر عندهم في ماده ربنا بيعملها في البول زي السترات وكده بيخلي البول ما يتحجر، ففي ناس بيكون عندهم نقص في الحاجه دي فبيحصل التكوين. يلا نحن في بلد سخن زي ده انا لاحظت الناس السودانيين دي ما بيشربوا مويه كثيره، تساله يقول لي بشرب كفايه، لما تيجي تساله تلقاه ايوه عطش.
فالناس بتحوم في سخانه شديده. في كميه معينه معلش للمباراه، في كميه معينه يعني ننصح بها الناس من البرنامج ده 3 لتر اللي هي 8 كبابي شوب كبيره مش كده؟ بالضبط بالضبط. ده الزول الطبيعي، خصوصا الزول اللي بيكون شغله برا حايم في السخانه وشغال في وبيعرق كثير لازم يعوض، عشان الزول لما يشرب كثير بيبول كثير، فالبول ذاته بيكون ما مركز. الاملاح في البول لما البول يكون مركز بتتجمع بتعمل حصاوي. فيعني اكثر حمايه للحصاوي البول اذا انت ما عندك حاجه وراثيه تشرب كميه كبيره من المويه، المويه الصافيه، ما الهيئات الغازيه والحاجات دي ما بتنفع. فدي اول حاجه. وبعدين وقايه سهله جدا جدا، ما دايره طبيب، ما دايره هو شرب المويه كويس، فالناس بينسوا الحاجه دي. طيب التهابات البول المتكرره لها علاقه بال الحصاوي ممكن تكون سبب لفشل كلوي؟ ممكن تكون سبب فشل كلوي. ايوه في ممكن تعمل التهابات في البول. الحصاوي بتعمل التهابات في البول عشان الحصاوي ذاتها بتكون زي الحصول في الشارع، ما هي ما سموث، ما بتكون مدرجه. هسي ادم ده قال محتفظ بها، تفتكري ممكن نحلل الحصوه المحتفظ بها؟ تتحلل ومعظمهم بيكون الكالسيوم اوكسالات، معظمهم في وحدات بيكونوا اليوريك اسيد كويس اللي هو اللي بتعمل جاوت. بيكون عندهم يوريك اسيد عالي، بيكون في وحدات فوسفات، في تكون في وحدات اصلا التهابيه. بس اكثر حاجه في يعني عالميا شايع الكالسيوم اوكسالات، وده بيكون عشان في ناس مرات بياكلوا كميات من الاوكسالات كميه كبيره، فدي كمان بتزيد الحاله دي، زي الباميه، زي القهوه، زي الشاي. فنحن ذاته شعب نشرب قهوه وشاي كثير وما بنشرب مويه، والدكوه وما بنشرب مويه كثيره، وتكون اصلا انا عندي وراثيا جدي عنده كده، فكلها بتتراكم مع بعض للحاجه دي. اما الالتهابات البول عشان الحصوه ما بتكون سموث، بتكون مدرجه، فممكن البكتيريا ذاته يتجمع ويقعد في تبقى زي العش كده في العش ليها. فعشان كده بيكونوا مع بعض الالتهاب البول اولويز بيكون اسوسييتد مع شنو؟ مع الحصاوي. فعشان كده شراب الماء والمتابعه الدوريه. دكتور هشام، في ناس يقول لك والله انا ظهرت لي كلى والانسولين بديت احس بانه بقى عمل لي هبوط في مستوى السكر في الدم، وكانما السكر بدا ينتظم بدون علاج. هو طبعا الانسولين اللي بينتجه البنكرياس. معانا اتصال. الو الو، عليكم السلام. ايه بالحال؟ عليكم السلام الاخ عماد. عليكم السلام دكتور، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، تفضل يا عماد، تفضل سامعينك، تفضل. والله عندي سخانه في الرجول وسخانه البول شديده خلاص. سخانه في الرجول، نعم. اي الا مرات اشرب لها مويه وعايز مويه طوارئ وانا قاعد افهم. في سخانه في البول برضه ولا بس الارجل؟ اها في البول اي. تسمع الإجابة يا عماد؟ ها؟ تسمع الإجابة إن شاء الله، التعليق على سخانة الأرجل. يعني أقول لك بصراحة إن إحنا نقول ما علينا فيه. يعني تعاني من سخانة في الأرجل وسخانة في البول. صحيح، السخانة دي نجيب السخانة جوا. طيب طيب. لا إن شاء الله بارك الله يبارك فيك، شكرا على اتصالك يا أخي عماد. ممكن الله يبارك فيك يا دكتور. نعلق على مسألة الأنسولين والسكر ونرجع التجاوب لإيه. أيوه الانسولين بيتم افرازه من البنكرياس وبيتخلص منه عن طريق الكليه، فاذا وظيفه الكليه تاخرت وبقى معدل تصفيته ضعيف بيبدا التخلص من الانسولين الموجود في الدم بيبقى ضعيف، وبالتالي الجسم بيكون فيه تراكم لجزء بسيط من الانسولين اللي كان بيفرزه البنكرياس، وده بحد ذاته بيؤدي لانه ينقص السكر شويه. فمعظم الناس اللي بتكون كليتهم وظيفتها وصلت لاقل من 15% بنبدا ننقص لهم الجرعات بتاعت الادويه حق السكر. طيب سؤال الاخ عماد قال عنده سخانه في البول. والله يفحص البول طبعا، الحاجه الاساسيه في كل شيء لازم الواحد يعمل الفحص العمومي للبول ده الاول. ده بوري بعد ذاك اذا كانت في التهابات او في املاح زايده، في ترسبات، في غيرها، بتبدا هي اللي بتوري. حتى لو في سكر بيبدا يظهر برضه اثره في البول. عشان كده اي دي نصيحه عامه لكل المرضى، الفحص الروتيني، فحص البول، البول ده بول عمومي. يعني حتى هي في مقوله كبيره جدا في كتيب اللي بيدرسوا فيه الطلبه الطب لسير هاتشسون، بيتكلم على انه يعني الناس ما تتحسر يوم، بيتكلم على انه يوم البحث، يعني بمعنى ثاني انه كل الناس بتكون حزينين جدا من انه
ما لانه ما عملوا الفحوصات المتقدمه للعيانين من سي تي سكان واي ام ار اي والحاجات الثانيه، وانما لانه ما فحصوا البول فحص العيانين. بسيط ما بيكلف حاجه. أيوة. وفحص روتيني ومهم وممكن يكون بدي دلالات ومؤشرات لامراض كثيره. دينا في علاقه بين الصمغ العربي ويعني والفشل الكلوي؟ يعني كثير من الناس يقول لك والله بديت اشرب الصمغ واكل الصمغ. الصمغ بيقولوا بينقص البولينا وينقص ال هل تنقص ارقام ولا في حاجه في الوظيفه ذاتها؟ والله ما معروف لسه، في ابحاث لسه ماشيه فيها. فالناس بيشربوه كثير، بس هو يعني ما تعرفت يعني بالضبط هو بيعمل شنو، بس اتلقت هو بينزل البولينا كويس بدرجه يعني بيأثر عليها بالطريقه دي. والناس يفتكروا انه ينزل البولينا خلاص امورهم زبطت، وده ما صح. بس لسه البحوث لسه ماشيه، في ناس بيقولوا ايوه مفيده بس هي ما بتضر، حاجه طبيعيه وكده وهناك. بس ما للحاجات المتاخره اللي بتكون دايره علاج ثاني كويس. عندك هو صراحه ما انا لحد الان 23 سنه ما لاقاني عيان اخذ صمغ عنده قصور مزمن في وظيفه الكلى يصلحت كلى. لكن عشان الواحد يقول بصوره جازمه لازم يتعامل طبعا بحوث كامله وبعدد كفايه والناس يستخدموا وفي الاخر يجي يشوفوا نتيجته شنو، هل بينقص كثير ولا لا. في اوراق قريبه طلعت اخيره عاملها دكتوره ساره كان لقوا انه الصمغ عند الناس اللي بيكون عندهم قصور مزمن في وظيفه الكليه بينقص مؤشر الالتهابات اللي هو CRP، وده لما يقل شويه ده بساعد على انه اطاله عمر المريض اللي عنده قصور مزمن في وظائف الكليه. لكن برضه العدد بتاع الناس اللي كان ريكروتد او مستخدم في جلب العلاج كان عدد بسيط جدا، تقريبا كم 20 مريض. بس ما نقصت لكن البولين والكرياتينين ما بينزلوا. عندنا اتصال سعاد من الجداري، فتفضلي. ناسف انقطع الاتصال. في سائل من السعودية دكتورة دينا قال أنا حقرأ الرسالة كما هي. ما النصيحة لمرضى الضغط للمحافظة على كلاهم سليمة وهل هنالك أدوية تساعد على صيانة الكلى؟ أنا عارف صيانة دي محمد، الأخ السائل أبو محمد ده يكون قصده طبعا محافظة. لكن نحن عموما يعني سؤال، وأفتكر سؤال جميل، يعني هل هناك أدوية يعني تلعب دورين، يعني دور في أن تنظم الضغط ودور آخر في أن تكون وقاية للكلى؟ في كويس. أول حاجة نتكلم عن ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم في نفسه بيسبب الفشل الكلوي على المراحل المتأخرة زي ما قال دكتور هشام، زي قريبة من طريقة السكري. في 5 أنواع ولا 5 عوائل بتاعت أدوية بتاعت ضغط كويس. البحوث بتقول لك اهم حاجه تنقص الضغط، تنقصه بياته طريقه هو المهم عشان ما تحصل مشاكل ثانيه. بس جو في واحده من العوائل دي اللي هم ناس الايس انهيبيتورز وهم الاي ار بيز مثبطات الانزيم بتاعت الانجيوتنسين انزيم هي اللي بتنقص يحصل تدهور في وظائف الكلى. لكن شايف في بعض الدكاتره يقول لك اذا ممكن تؤدي الى مشاكل، تؤدي لمشكله عشان هي بتعمل في طريقه لمراقبه المساله دي. ايوه في عشان في كمان مرات حالات ما بتدي فيها، بيكون في ضيق في الشريان الماشي للكلى. لما يكون الضيق من الجانبين الناس ما بياخذوه عشان بتزيد المشكله. بتيجي زي ما قلت هي بتلعب عندها جانب وقائي. عندنا وبنقص الزلالي، معليش بنقص الزلالي، بنقص الزلال بنقص الزلالي في نعم. في البول طيب عندنا دكتور هشام سائله ايضا قالت انا اعاني من الزئبه الحمراء وسببت لي الفشل الكلوي والان الفحوصات تمام، اخر فحص الكرياتينين 5 والبولين 99، هل في امل انه الغسيل يقف وهل الزراعه بتنفع مع مهاجمه الزئبه للكلى الجديده؟ والله هي بتغسل لها فتره قدر شنو والله بس ما وضحت ده السؤال. هو المعروف عن مرض الزئبه انه نشاطه بيقل مع الغسيل، عشان كده بقول لك اذا عندك زئبه حمراء ودار تزرع لازم تغسل على الاقل 6 شهور حتى بعد ذاك تزرع، لانه انت بتتاكد بعد ذاك مع الغسيل انتهى النشاط بتاع المرض وما بيتكرر. الو ايوه نعم الو مرحبا وعليكم السلام، تفضل محمد موسى. مرحبا
مرحبا احمد موسى يا دكتور. احمد موسى مرحب بك ومرحب باهلنا في النيل الابيض. مرحبا. الله يبارك فيك، تفضل يا احمد موسى سامعينك، تفضل اسال. مرحبا بك اهلا، السلام عليكم. اسمعنا من التلفون يا احمد. وطي صوت التلفزيون خالص واسمعنا من التلفون. مرحبا بك. اسال على يا احمد موسى، يا ريت لو سمعتنا من سمعت الهاتف بس. ايوه مرحبا يا دكتور. الله يبارك فيك، تفضل. بسال عن انا بوجه مناشده لكل المتصلين علينا على الهواء مباشره، يا ريت لو يتكلمونا من الهاتف ويوطوا صوت التلفزيون حتى نقدر نسمعهم كويس ونرد على أسئلتهم بشكل كويس. عندنا سائلة أيضا يا دكتورة دينا، قالت أنا مريضة بالجلطة، فهل عندي عرضة أو قابلية للإصابة بالفشل الكلوي؟ معظم إذا هي جلطة في المخ بتكون يعني معظم الوقت المرض الزيدين بيكون عندهم يا سكري يا ضغط، وبيكون ما منظم، فحصل الجلطة في المخ. وممكن يعني دي كلها الأعراض اللي بتحصل لما الضغط والسكري ما بيكون كنترولد كويس، بتحصل جلطة، بتحصل زبحة، وبتحصل فشل كلوي. فمعظم الناس اللي بيكون حصل لهم جلطة هتلقى ذات هم معظمهم حتى إذا ما في المراحل الأخيرة بيكون عندهم بداية مشاكل، عشان كلها بتجي مع بعض، عشان الشرايين كلها في الجسم هي بتتأثر بالأمراض دي المزمنة. طيب يا دكتور هشام، نحن نرجع تاني للسائلة أيضا عبر الواتساب، قالت نصائح للأكل، لكن نحن نعدل السؤال. يعني كبير في واحد من الاستطلاعات، يعني بنجد أنه نحن السودانيين طبعا هسه جاي علينا عيد الأضحى وكده، بنحب اللحوم دي بشكل كده، يعني في نوع من يعني الإفراط، فهل في علاقة بين أكل اللحم الكثير والفشل الكلوي؟ هو أكل اللحم الكثير ما بيعمل فشل كلوي في حد ذاته، لكن للناس اللي عندهم مشاكل مثلا بتاعت جاوت وغيرها، دي بتأدي لأنه المرض بتاعهم ده يزيد وقد يأثر على الكلى بطريقة غير مباشرة. لكن إحنا دائما بنحد أكل البروتينات واللحوم عموما عند مرضى القصور المزمن أو الناس اللي عندهم فشل كلوي بيغسلوا كده، ده لأنه الكلى بتاعتهم بقت تتعامل مع كميات ما بتقدر تتعامل مع كميات كبيرة من البروتينات. وننصح بأنه الزول اللحم المفروض يأكله، والله هي إحنا بيعمل محسوبة جرام لكل كيلو من وزنك، يعني لو وزنك 100 كيلو أنت 10 كيلو في اليوم بكفيك. 10 كيلو ده يعني معناته كثير ما شوية، 100 جرام دي أنا بقول لها 10 كيلو عشان تبقى سهلة للناس، يعني 10 كيلو ده الحلة بيعملها بربع كيلو. لكن الناس هنا 10 كيلو ده بيروح صايف فما يعني فهذا يعني المطلوب عشان ما تحصل زياده كبيره في 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 خصوصا في المريض اذا ما وصل مرحله بتاعت غسيل. ايوه تبقى للمحافظه في انه برضه في واحده من العادات السيئه، افتكر زي ما ذكرت قبل دكتورة دينا في الانيميا وفقره الدم اللي بيكون لمرضى الفشل الكلوي، تلقى يركزوا على يعني رايك شنو في العدسيه، ما تعرف القضيم الزبيب والحياة دي وعلى قطب البوتاسيوم وكذا. المشكلة بيكون فيهم بوتاسيوم عالي. البوتاسيوم هي واحد من الأملاح التفرز من الكلى كويس، وموجود في الفواكه الملحية، هي هو الأملاح يعني الجريب فروت والبرتقال زي ما قالت الحجة ديك في المداخلة. فهي زول لما يكون عنده مشكلة في الكلى الإفراز بتاع البوتاسيوم ده بيقل كويس، فبيكون زايد شديد. المشكلة في البوتاسيوم ده ممكن يعمل ضربات غير منتظمة في القلب، لما يكون زايد شديد لما يكون ناقص شديد. فلما ما يتفرز في البول فيكون زايد، عشان انت بتاكل الكميات الكبيرة دي بتكون في مشكلة. طيب نصيحة أخيرة للناس اللي بيشاهدونا عبر فضائية أنغام عبر برنامجنا الصحة والحياة، نصيحة أخيرة لهم تقول شنو يا دكتورة دينا؟ محافظة على الضغط والسكري، الرياضة، الأكل المناسب، الجسم الأزول ما يكون سمين الكمية، والكشف الدوري خصوصا للناس ما قال دكتور هشام، الناس اللي بيكونوا شنو بيكون عندهم القابلية للأمراض المزمنة، وأي حاجة حادة أمشي بها المستشفى. دكتور هشام
بالإضافة للنصائح دي طبعا الناس دايرة تتذكر الحاجات الثلاثة الأربعة اللي قلناها الرئيسية المهمة. إذا عندك سكر ولا ضغط لازم تتابع مع الطبيب، تتأكد إنه سكرك معدلك التراكم اللي بيتعامل كل 3 شهور ده أقل من 7%. إذا عندك ضغط لازم ضغطك يكون ما بين 130 إلى 110 للجراي الفوق باستمرار مهما كان، حتى لو بتحتاج تاخد 3 4 5 أدوية. إذا بتاخد أي مسكنات ومضطر لازم تاخدها غصبا عنك لازم تتأكد من إنها ما بتتعارض مع الأدوية الثانية اللي بتاخدها وما تاخدها لفترة طويلة. ودائما من مسكنات الحياة الناس ممكن تاخدها وتكون بالنسبة لهم ما مضرة كثير البنادول العادي، وبتاخده حبتين الصباح حبتين المساء بتأدي نفس الوظيفة اللي بتأديها لك الحبة بتاعت المسكن اللي بتاخدها في اليوم. والفحص الدوري الفحص الدوري ده مهم وأساسي. والسوائل شرب 3 لترات في اليوم. أيوة 3 لترات في اليوم. نحن في أسرة برنامج الصحة والحياة عبر قناة أنغام الفضائية، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يهتم بقضاياكم الصحية، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر الدكتور هشام حسن عبد الوهاب مستشار الباطنية وأمراض الكلى مستشفى رويال كير على زيارته لنا في الاستوديو على المعلومات اللي قدمها للسادة المشاهدين. وكذلك لا يسعني إلا أن أشكر ما داير أقول دمعتي لكن الدكتورة دينا حسن اللمين مستشار الباطنية وأمراض الكلى بمستشفى الأكاديمي مستشفى دار العلاج. والسادة المشاهدين في ختام هذه الحلقة أجمع كل الخبراء اللي استضفناهم اليوم على أهمية الفحص الدوري وعلى أهمية شرب المياه بكثرة ومراجعة الطبيب عند الشعور بأي شيء. وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.